فير بلاي. رجعنا من جديد في فير بلاي، نبداو في استقبال ضيوفنا. اكيد الحدث يفرض نفسه، تراسل تألق رياضيين تونس في الالعاب الباراأولمبية اليوم. التألق كان من البطلة التونسية رائعة روعة تليلي، ميدالية ذهبية جديدة ورقم قياسي باراأولمبي. باش يكون معنا بالتليفون، موجود معنا حاليا صالح رياحي المدير الفني للجامعة التونسية للألعاب للرياضات الباراأولمبية. لكن قبل هذا نذكر أحبائي السيابيات، نجموا تكلمونا على 71 725 ألف، وتكونوا معنا نحكيوا على الوضعية الحالية للسيابي واللي صاير في السيابي. دونك نحكيوا على ألعاب الباراأولمبية مع سي صالح رياحي مباشرة من طوكيو. سي صالح على بيك. تحية بخير من كل مستمعي اكتشفان. مرحبا بك سي صالح. دونك تواصل يتألق تقريبا كما عودونا رياضيين تونس في الألعاب الباراولمبية، الألعاب الأولمبية الموازية. متألق جديد اليوم كان من روعة ليلي ورقم قياسي في كومبيتيسيون ما كانتش عادية اليوم في رمي الديسك تقريبا، ما خلينا نقول المسابقة كانت حتى هيتش كوكية ولا هيتش كوكية، وهي منتدى كبيرة بالحق اليوم. روعة تونس نقول أنا، روعة ليلي أبدعت معناها في اختصاصها رمي القرص في 1041، وتمكنت من تحكيم الرقم القياسي العالمي والبارالمبي برمية قدرها 37 متر 91 سنتيمتر. جيت نعيش معنا المستمعين، معنا كنا اليوم متواجدين في الأولمبيك ستاديوم معنا، واستمتعنا بالحق معنا بالجرينتا والتحدي والإصرار اللي أبرزته معنا روعة سيدي خلال المنافسة. حاب أقول إلي ثلاثة أرقام قياسية تحفظوا معنا في الجزيان جي، روعة سيدي تحكم رقم قياسي، الرمية الثالثة المغربية تحكم الرقم القياسي نتاع روعة تيلي، وفي الرمية السادسة والأخيرة بالكلينتا والإصرار والتحدي روعة تيلي تتمكن من تحقيق رقم قياسي والميدالية الذهبية. بالحق معناها ريمونتادا كبيرة وجرينتا صراحة روعة اسم على مسمى. مهمة كانت صعيبة برشا معناها كي تشوف رقم قياسي، وكان ظهر لي عند روعة قبل حتى الألعاب هذه في حتى من قبل، لكن روعة حطمته اليوم الرقم نتاعها بعد تحطم في نفس المسابقة من المغربية يسرى تقريب اسمها كما يشغلت، ثم روعة مرة أخرى تعاود تفتك الرقم هذا. بالضبط، هو قبل الألعاب الأولمبية كانت الرقم القياسي باسم المغربية يسرى كريم، كان حطمته في منتخب تونس الدولي جائزة كبرى في شهر مارس. روعة بالإصرار والتحدي معناها ونعرف الجريتا اللي عندها تمكنت من تحقيق رقم قياسي في الميدالية الذهبية على الصحة. نحب ذلك كيف نقول اللي اللحمة والتآزر اللي في الاختصاص هذايا كان وجود رياضيين أخرين، معناها كانت رياضية فتحية عمامية في نفس الاختصاص حلت في المركز الرابع بفارق 26 سنتيمتر على المركز الثالث، معناها كانت تقريبا من البوديوم لميدالية برونزية يعطيها الصحة، وكانت معناها حققت أحسن رقم شخصي لها في مسيرتها الرياضية. كذلك الرياضية استمرت بنكو عليه البطلة تمكن تحقيق المركز السابع برمية قدرها 26 متر و2 سنتيمتر. نحب نقول اللي في هذه كل قلت الريموتادا والجينتا على روعة سيلي كان وجود الرياضيات اللي معاها معناها يستندوا فيها لاخر لحظة، معناها قبل الرمية السادة معاها وشجعوا فيها في الكومبيتيشن، معناها بالحق شيء كبير، معناها كانت معناها من الناس الكل، معناها حتى اشقائنا الجزائريين معناها شافوا المغرب اللحمه من بيناتهم، معناها وليدات والبطلات نتاعنا ما شاء الله عليهم، معناها روح واحده وروعه تمكنت معناها باش تفرح تونس معناها ويعطيها الصحه. بقيت النتائج ظهر لي بخلاف اللي سميته، ظهر لي حتى محمد فرحات شهيده كان شارك في الوثب، ظهر لي ما وافقوش ربي باش يجيب ميداليه اخرى لتونس. هو كيف ما تعرف البطل محمد الحشيدة كان البارح معناها تمكن من تحقيق ميدالية فردية في اختصاص 400 متر، هي اختصاصه ونحب نذكر هذا الرقم القياسي العالمي باسمه هو، مازال توا منذ 2011 في بطولة العالم كريشوش بنوفيل بزيرون. هو اليوم في اختصاص الوثب الطويل تصنيف 38 إعاقة عضوية احتل المركز السادس في الترتيب العام بقفزة قدرها 6 أمتار و33 سنتيمتر. حنقول هي نتيجة أحسن رقم تقصيري في الموسم الرياضي في زون بيرت نتاعها. كذلك البطل فوزي الديك تمكن من تحقيق المركز الثامن في نهائي رمي الرمح في 1034 إعاقة عضوية برمية قدرها 31 متر و12 سنتيمتر، وكيف كيف تمكن من تحقيق الرقم الشخصي ليه في المسابقة هذه. دونك في حصيف يوم السادس هذايا تونس عندها 8 ميداليات موزعة كالآتي: 3 ذهبية 4 فضية و1 برونزية، المرتبة الأولى إفريقيا وعربيا.
في معناها في حديث الميداليات، المركز 24 تو سبورت كونفوندي، والمركز الثامن في اختصاص العاب القوى. سي صالح كإدارة فنية للجنة الباراأولمبية، كيفاش تقيموا لحد الآن الحصيلة نتاع الرياضيين التوانسة؟ والله حصيلة طيبة ومشرفة جدا في ظل ما تعرفوا أنتم جائحة الكورونا والظروف الصعبة اللي مروا فيها، التحضيرات معناها نتاعهم الحمد لله معناها ما أحسنش من السيناريو هذايا، معناها هو مزيج معناها من عناصر ذو خبرة كيف روعة وليد سمية بوسعيد تمكنوا من تحقيق نتائج طيبة، فما عناصر جديدة كيف وشابة وعناصر صاعدة نذكرهم على سبيل الذكر الحصر ياسين الجنيشي في دفع الجلة، رؤي شباب لاختصاص 1500 متر، أحمد بن مصلح، معناها نتائج الحق مشرفة كيف تحقيق ذو أرقام قياسية من قبل روعة تيلي، كيف أرقام قياسية بارالمبية، معناها إلى حد الآن تعتبر نتيجة مشرفة لكن إن شاء الله مازال معناها المنافسات إن شاء الله باش تواصل إلى غاية 5 سبتمبر وإن شاء الله مزيد من الميداليات إن شاء الله. على شكون معاملين؟ والله مازالوا عديد، غدوة عنا رؤية جبالي البرنامج اليوم السابع عنا إن شاء الله نهائي 400 متر وإن شاء الله يتمكن من تحقيق معناها ميدالية، رؤية جبالي عنا كيف التريو دفع الجلة فئة F40 رجاء إجبالي وريما العبدلي ونهان حسالم، وعنا كيف اختصاص الماراثون وجدي بوخيل وحاتم نصر الله، وكذلك وليد الكيلة اختصاص 800 متر إن شاء الله، سونيا منصور 38 في اختصاص 40 متر إن شاء الله، بقدر ربي ثم ميداليات إن شاء الله جاي إن شاء الله. بارابور الألعاب البارالمبية الماضية لحد الآن راضين على الحصيلة؟ قلت لك بالمقارنه مع الالعاب البارالمبيه الاخيره الماضيه راضين على الحصيله لحد الان تاع الرياضيين؟ والله كيف قلت لك الالعاب البارالمبيه باليو كنا تمكنا من تحقيق 16 ميداليه، 7 ذهبيه 6 فضيه 6 برونزيه، مازال الكونتور احنا حتى 5 سبتمبر قاعدين نسجلوا احنا لو بيلون ان شاء الله بتقرب من بعد 5 سبتمبر نجم نقولوا معناها نتائج مرضيه ولا مش مرضيه. حاليا بالظروف معناها وهذه الموجودة معناها الحمد لله نتائج تعتبر توا مرضية جدا معناها. قادر نتصور كما عملت حتى اللجنة الأولمبية، نتصور فما تقييم للرياضيين، شكون تعرف وشكون باش يهز شكون لا شكون ينجم يهز؟ إلى حد الآن هذا سؤالي معناها، حبيت نعرف أسكو اللي حطيتوهم باش يهزوا هزوا إلا ما زالوا معناها؟ أكيد خويا إسلام، هو ولا لا لا ألعاب القوى هو سيتان سبور شيفري، معناها عندك الكرونو والميتر معناها دونك، وعندك لو رانكينغ انترناسيونال كاتب الدولي دونك ان شاء الله قلت ربي قلت ان شاء الله فما مزيد من الميداليات ان شاء الله في الايام القادمه ان شاء الله، رواي جبال يقعدوا يعملوا بوديوم ان شاء الله، كيف كنت فاهم عنا وليداتنا رجاء وريما ونورهان سونيا منصور وجدي بوكحيلي ونقطة من الصلة ويد الكيلة بخير 800 متر ان شاء الله، هذوما بقدر ربي ان شاء الله فما الميداليات ان شاء الله. بالله سؤال سي صالح، ولو انه نتصور المجال ماهوش ضيق باش نحكيو فيه، علاش الخصاص نتاعنا في تونس كان العاب القوى، علاش ما نتحلوش للرياضات اخرى؟ والله موجودين احنا لاول مره في تاريخ الحركه البارالمبيه التونسيه تقسيم ثلاث رياضات معناها منذ اي لكن التقاليد تقريبا والتالق خاصه في العاب القوى ولا؟ اي اكيد هو شوف احنا توا في الاستراتيجي نتاع اللجنه البارالمبيه التونسيه ان شاء الله احنا هي نشر وتطوير رياضات بارالمبيه جديده، كيف ما تعرف عندنا 22 رياضه بارالمبيه متواجده توا في البرنامج الالعاب البارالمبيه بطوكيو، ان شاء الله احنا قعدنا توا عندنا 7 جامعات رياضيه مختلفه، فما الباراتيكواندو، فما الباراتيزيست، فما البارا بادمنتون، البارا سكريم، بارا تنس الطاوله، بارا ترياتلون، هذوما وان شاء الله باش نزيدوا زاد رياضات اخرى كيف البارا جيتو قعدنا معاهم، البارا شوتينج، البارا رمايه، هذوما ان شاء الله قاعدين نكبروا في القاعده هذه، ومشكوره سوق الاشراف اللي متعاونه معنا وقاعده تدعم فينا معناها في تطبيق الخطه نتاعنا هذه، ان شاء الله باش نخدموا على ان سيكل بارالمبيك دو 4 2024، وان شاء الله تكون برشا رياضات معناها في توا كمرحله احنا قاعدين ننشروا وننموا في الرياضات هذه، ولما لا ان نسجلوا حضورنا في باريس 2024 برياضات اخرى اوتر العاب القوى وتنس الطاوله والفلاتيات ان شاء الله، بالتوفيق ان شاء الله، ان شاء الله الحصيله تكون اكبر غدوه وفي الايام القادمه سي صالح. مشكور خويا اسلام.
دونك مازلنا مكملين في فاير بلاي حتى الخامسة متاع العشية. نذكر المجال مفتوح لأحباء السيابات، نجموا تكلمونا على 71 725 ألف. نحكيوا على الوضعية الحالية للسيابي، شنو اللي صار في السيابي، شنو تقييمكم الأسباب الحقيقية اللي صار اليوم في السيابي، شنو الحلول للخروج من الأزمة هذه. في نادي البنزرتي 71 725 ألف، رقم وحيد تنجموا تكلمونا عليه. موزيكا ثم مكملين في فاير بلاي حتى الخامسة.